بسم الله، مرحبا بالجميع في قناة ليندا ياسمين للطبخ. نتمنى تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة ومهنيين ان شاء الله. قبل ما نبداو لا فيديو تاع اليوم، نصلوا كامل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسونيش حبيبات قلبي بلي جيم لا فيديو، ابوني للقناة، ضغط على زر الجرس يصلكم كل جديد فيديوهاتي. ومباشرة الى المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. اليوم الوصفة رايحة تكون رشتة بالجاج، وصفة تقليدية هايلة، وما كاش فينا اللي ما يحبش رشتة، خاصة في المناسبات، سواء عيد ولا المولود ولا أي يعني مناسبة تكون رشتة حضرة. لهذه الوصفة نحتاج الدجاج. طبعا هذه الوصفة تندار بالدجاج. عندي طرف تاع الدجاج لفت هاي لي كيما راكم تشوفوا. عندي زوج حبات بصل متوسطين، رحيتهم هكذا مليح باش هكذا تجيني المرقة تاع رشتة خاثرة شوية. نحتاج حميصة. الحميصة تاعي انا راهي طيبة، راح نديرها مع اللخان. شوية ملح، فلفل ابيض من الاحسن، عود تاع قرفة. نحتاج السمن والزيت، وطبعا رشتة عندي هنا كيلو تاع رشتة. مباشرة رايحة نبداو في الوصفة. بسم الله، في قدرة رايحة ندير 3 مغارف تاع الزيت. نزيد مغرف تاع السمن. نعرفو كامل الوصفات التقليدية تاعنا نديرو بسمن ولا زبدة، اللي ما عندهاش سمن دير زبدة. عندي مغرف تاع السمن، نحط طرف تاع الدجاج الخلاف منه، مباشرة رايحة نضيف عليه البصل. قلت لكم زوج حبات متوسطين، رحيتهم شوية مليح. ندير الملح والفلفل الكحل، نزيد العود تاع القرفة، ونخلي كل شيء تقلاها ثلاث دقايق. راح نقطع اللفت ونديرها كذا طيب مع الدجاج بسم الله، خاطرش اللفت راهي تبطى شوية في الطياب. نقسمها كذا الحبة على زوج، وكي تقلالي مليح الدجاج راح نضيف اللفت من بعد المغرق. بسم الله، قلت لكم اللفت راهي تبطى شويه في الطياب، صافي ضروري هكذا نديرها مع نديرها طيب مع الدجاج. رايحه المغرق طبعا لازم بالماء سخون. بسم الله، بسم الله، درك رايحة نفتح رشتة ديال شوية تاع الزيت. هكذا نديرلها شوية تاع الزيت. بسم الله، هكذا ضروري نفتحوها مليح باش نديروها تفور. ها
هكذا خلاص راح نديرها تفور. هاي ليك دوك رشتة تاعي بعد ما فارت، ماشي رشتها فارت نحيتها خليتها واحد لربع ساعة وهي تفور. دوك رايحة ندير لها بسم الله، دوك رايحة نرشها. راني نحيت شوية تاع مرقة تاع الدجاج اللي طاب فيها الدجاج، دوك رايحة نرش بها رشتة تاعي بسم الله. نفتحها شوية هكذا، نرشها بشوية تاع المرقة باش هكذا تجيني بنينة. كاين اللي يرشوها بالماء، بصح أنا صراحة هكذا ندير نحي شوية تاع مرقة و نرش بها الرشه تاعي. نزيد لها هكذا شويه برك تاع الملح هكذا ونخليها تشرب. دوك تشربت مليح كيما راكم تشوفوا، هاي ليك راهي هايله ما شاء الله. دوك رايحه نرجعها تفور التفويره الثانيه بسم الله. بسم الله، هاي ديك رشتها بعد ما فورتها التفويرة الثانية. دوك رايحة ندير لها شوية تاع زبدة هكذا، ندير لها شوية تاع زبدة مادك راهي سخونة باش هكذاك الزبدة تذوب. الدجاج راهو طاب راني نحيتو، دوك رايحة ندهنو هاك ذوب شوية تاع زبدة، درت لها شوية تاع الملح شوية فلفل كحل. رايحة نحمر الدجاج في المقلة، والمرقة راهي مازالها طيب، راني درت الحميصة هكذاك نخليها تغلي هكذاك واحد العشر دقايق، من بعد نطفي عليها نولي لكم باش تشوفوا الوصفه في طبق التقديم ان شاء الله. رشتة بالدجاج راهي في طبق التقديم، راهي تشهي ما شاء الله، صدقوني جات بزاف بزاف بنينه، خاصه كي زدت حمرت الدجاج بعد ما دهنته بشويه زبده، درت له شويه تاع الملح وشويه فلفل ابيض، دهنته كامل وحمرته بشويه زبده، عطى هذا اللون وعطى واحد البنه للدجاج ما شاء الله. ولفت كما راكم تشوفوا، راني زينتها هكذا بشويه تاع قرفه، عطى للطبق منظر شباب ومنظر شهي ما شاء الله. الوصفات التقليديه تاعنا نتشهوهم هكذا مره على مره نديروهم، ماشي غير في المناسبات. والمرقه حطيتها هكذا هنا اللي يحب يسقي رشته تاعو، هاي ليك بسم الله، هاي ليك ما شاء الله، يعني جات روعة الله يبارك. نتمنى انه هذا الفيديو تاع اليوم عجبتكم ان شاء الله، ولا شهيتكم في الجنة ان شاء الله يا ربي. ما تنسونيش حبيبات قلبي بلي جمل فيديو ابوني للقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي. احبكم في الله والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو اخر من فيديوهات لينجا ياسمين للطبخ.